ومعي من بورصه نيويورك للسلع نايمكس لوك رهباري من ستاتلاند جروب. لوك اهلا بك. لوك، ما هي اسباب التذبذب الكبير في سعر البترول الان والانخفاض العام بشكل عام، انخفاض سعر البترول؟ أسعار النفط كانت متقلبة، ولدينا أرقام هنا في الولايات المتحدة بالموجودات وهي أكبر احتياطيات كنا نتوقعها. السعر ارتفع من 81 ثم انخفض إلى 80، وكان هناك ضغط كبير لأن أرقام الاحتياطات تغيرت، وأيضا هناك تذبذبات وارتفاع في سعر الدولار. ما هي توقعاتك بالنسبة لسعر البترول في الفترة المتبقية من هذا العام، وما هي العوامل التي تؤثر عليه سواء بالارتفاع أو الانخفاض؟ كما قلت، النفط سعره بالدولار ومؤشر الدولار كان قويا، وبالتالي هذا رفع أسعار السلع بما فيها النفط. هناك عامل آخر وهو أن الكل يخاف من التضخم. لو نظرت على سوق النفط وعالميته، فإن أفضل وسيلة لمحاربة التضخم هي بيع النفط. هناك الكثير من الصناعات التي تعتمد عليه، والسوق متغير. الناس تبيع النفط وترى ما يحدث لاحقا. النفط سيبقى حوالي سعره الحالي إلا إذا كانت هناك اضطرابات في دول منتجة أو شيء آخر مثل مخاطر جيوسياسية. لوك رهباري من ستاتلاند جروب من بورصة نيويورك للسلع نايمكس، شكرا لك.